حقيقة أنا بقول لكم خلاصة، ترى نحن ونحن نتابع أصحاب سناب شات هؤلاء، نحن نشوف العبارة عجبتني جدا جدا، نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين. والله العظيم نحن نشغل أوقاتنا بمتابعة فراغ الآخرين وتفاهات الصغار واستعراضات الجهل. ليش؟ لأن أغلب ما يقدمونه، طبعا لا أقول ما في سناب ما يفيدة، في سناب الأمن جدا رائع، سناب الوزارة أقول تابعوه، معلومات ثرية وفيها نسب جيدة، لكن الغل المطروح مع الأسف أنه من هذا النوع. ليش؟ لأنه غالبا يعرض مقاهي، يعرض مطاعم، حفلات، عزايم، سفر، استعراض، سواليف، حكايات، مضحكات، كله. هو مو هذه المشكلة، المشكلة أنك تتابع هذا وتحس أن هذا هو القدوة، وتحس أن هذه الحياة، هذه هامش حياة، هامش حياة تماما، يعني لا تمثل شيئا. هو مشكلة لما أتابعها وأعجب بها، يعني شوف كم ساعة قضيتها عشان أتابع فلان وفلان 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 بغض النظر. فأنت شوف بمتابعتك هذا ولو لم تشعر تظن أن هذه الحياة، وأن هذا هو الطموح، وأن هؤلاء هم القدوات، وأن هؤلاء هم محل الإعجاب، وأن هذه هي الغاية. تنسى وتذهل أن كل اللي شغله هذا هوا مش حياة، والله لا يمثل شيئا، ولا يمثل أي طموح، ولا يمثل أي، ولا يبني أصلا، لا يبني لك ولا لغيرك. إذن هل الإنسان يضيع عمره وحياته في متابعة الأشياء الصغيرة لا تفيد فائدتك، إلا كما قلت بعضها قد يكون مفيدة، الأشياء اللي قد تكون علمية، قد تكون أشياء متخصصين، هذه قد تفيد كما قلت، لكن في الجملة أبدا كلها تشوفها.